هلو هلو، النهارده هنتكلم مع بعض على يونت 2 بالنسبه ل كونكت الصف الاول. التايتل او عنوان الوحده اتس ريني، اتس ريني، انه ممطر. بيتكلم عن الويذر، حالات الطقس. هناخد اساميهم، هناخد حالات، هناخد السيزونز في طول السنه، وهنتكلم عن حالات الطقس. ليتس ستارت، يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعرف الكلمات بتاعتنا. كلمه كلاودي، كلاودي يعني غائم، وليه نطقت الاو واليو على انها و و، لان الاو واليو مع بعض بتديني صوت زي الدبليو. كلاودي يعني غائم. ريني ممطر. ويندي العواصف، لما تكون العاصفه كبيره كده معايا بقول عليها ويندي. الجو مشمس جميل بقول اتس ساني. الجو برد اتس كولد. الجو حر اتس هوت هوت هوت. كده دي اسمها the weather، يعني حالات الطقس. بنسأل الطالب فيها ازاي؟ بقول له سؤال حلو قوي، لان احنا لازم ندرب الاولاد عليها. سؤال اسمه what is the weather like. what is the weather like. اهو what is the weather like. What is the weather like؟ ما حالة الطقس؟ What is the weather like today؟ It's cloudy. What is the weather like today؟ ما حالة الطقس اليوم؟ It's rainy. وبنحط قبل كل كلمة كلمة it's. بعلم الطالب ان هو يقول it's يعني يكون. It's cloudy. It's rainy. It's windy. It's sunny. واللي عاوز يتفرج على فيديو اللي نزل على القناة طريقة حفظ الكلمات ازاي هيحفظها بطريقة سهلة جدا اهو. واسأله it's what is the weather like today؟ it's cloudy. what is the weather like today؟ it's rainy. what is the weather like today؟ it's windy. what is the weather like today؟ it's sunny. what is the weather like today؟ it's cold. وعملها كأنها ايه، تمثيلية كده معاهم. what is the weather like today؟ it's hot. اهو بعد كده جايب لي conversation ما بينهم. البنوتة الأمورة دي سقعانة جدا بتقول لهم it's rainy today، الجو ممطر اليوم. راحت زميلتها قالت لها I like rainy days، أنا بحب الأيام الممطرة. it's windy، it's windy too، ده كمان الجو عاصف، ده في عواصف. و my umbrella، و اللي جنبهم بقى الامبريلا بتاعته طارت، فقال ايه my umbrella الشمسية بتاعتي. ومن هنا الطالب بيحفظ كمان جملة I like sunny days، انا بحب الايام المشمسة. I like rainy days اهو. وكمان بدربه عليها عن طريق سؤال rearrange رتب، او I like rainy days وهو يرتبها. I like sunny days. I like cold days. I like cloudy days. وافضل اعملها له اكتر من مرة كده في التدريبات، اعملها اكتر من مرة تمام، والطالب يفضل يرتب فيها. ابقى دربته على جملة I like rainy days، ومش بس كده انا اقدر اعملها له ترجمة، يعني اكتب له انا احب الايام المشمسة وتكتري منها بقى، يقولك انا يعني اي هو يترجم احب يعني لايك، والايام المشمسة اسمها sunny days. I like sunny days. تمام، يبقى هدربه عليه على هيئة سؤال rearrange رتب، وكمان هدربه على هيئة سؤال translation ترجمة. تمام، بنكمل مع بعض. قلنا هنا حالات الطقس اللي انا قلتها it's، وحالة الطقس اهي it's rainy today يعني الجو ممطر النهاردة. it's windy today الجو عاصف النهاردة. it's hot today الجو حر النهاردة، وهكذا بالشكل اللي انا لسه قايله لكم. وتدريبات بقى كتير، سبلاي يكمل ماتش يوصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان تقدري تزودي نوعين الأسئلة اللي أنا قلت عليهم rearrange رتب، نجيب الجمل اللي قابلتنا زي I like sunny days، وزي جملة it's rainy it's sunny it's hot it's cold، وتقعدي تلخبطي فيهم كده للطفل وإيه، ويكتبهم بإيده. تمام، I like sunny days I like rainy days، برضو تلخبطيها ويكتبهم بإيده، مش بس كده بتكتبي له الترجمة. تمام، وهو بيترجم. بعد كده في lesson 2 أنا بحاول أدي اليونت كامل في lesson وفي فيديو واحد، علشان ان انتوا كلكم طبعا بتبقوا ايه، ما انتهش كتير، ما بحبش اقسم اليونت على اكتر من وحده. خريطه باب، قمر مون، ام مام، كلمات زي letter of او phonetic the sound of ام ام ماب ام مون ام مام،
الدبليو و و ويندي و و ويندو شباك و و ووتش ساعه يد. وبرده الكلمات دي بتبقى حفظ معانا ما بنكتفيش ان احنا نديها للطالب فوناتكس بس، احنا كمان بنخليه يتعلم كتابتها وياخد تدريبات عليها. ليسن 3 بيتكلم على بعض الافعال وبنعمل ميكس الالوان مع بعض وبنشوف بنحط لونين على بعض بيعملوا لنا لون ثالث خالص بنشوفه ايه هو. يصنع ميك برتقالي اورنج احمر ريد كالرز الوان 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 اصفر يلو اخضر جرين ازرق بلو بنفسي بيربل برتقالي اورنج تمام. وكلمه ميك يعني يصنع. تعالوا ما نشوف ميكس الالوان عامل ايه معانا. بيقول لي واتس ريد اند يلو، يعني اللون الاحمر والاصفر بيعملوا ايه؟ ميك بيعملوا ميك يعني بيعملوا اورنج. واتس يلو اند بلو، طب الاصفر والازرق بيعملوا ايه؟ انا بقول له ميك يعني بيعملوا جرين، لما بيتحطوا على بعض بيطلعوا لي الجرين. واتس ريد اند بلو، الاحمر لما بيتحط على البلو الازرق ميك بيعمل لي بيربل بنفسك. الحاجات دي بيبقى مجرد جاست اكتيفيتي، انشطه الاولاد بيعرفوها، ما بيجيش طبعا تدريب يقول لنا اللونين دول على بعض بيعملوا ايه. تمام. وبرضو في بعض الكلمات بناخدها زي كلمة colorful ملون عشان نوصف بيها الرينبو قوس قزح، rain مطر، cloud سحابة، sky السماء، شمس sun، rainbow قوس قزح. طبعا انا بحب ادي دي في الاول مع lesson 1 بقول rain يعني مطر، rainy ممطر، sun يعني شمس، sunny مشمس، cloud يعني سحابة، cloudy يعني السحب او مليء بالسحب او غائم، wind رياح، windy مليء بي او مثلا الجو ايه فيه ضغط كتير او هوا كتير او رياح كتير. بعد كده في ليسون 4 بيكمل على الفور سيزونز اللي هم فصول السنه. وينتر وات از ذا سيزونز اوكي، وينتر الشتاء، اي لايك وينتر انا بحب الشتاء، او اتس وينتر هذا يكون الشتاء. فول فول الايه لما بيجي وراها الدبل او بتنطق او، فول يعني خريف اهي. سمر على اسمي اللي هو الصيف، سبرينج الربيع بقى اللي فيه بلانتس وفيه فلاورز والحاجات الجميله دول. they are seasons they are seasons، ادي كلمه seasons اللي هي حرف الزد اللي هي ايه seasons فصول السنه، seasons اللي هي فصول السنه. that seasons تمام. وبيقول لنا بعد كده جايب لنا المحافظات في مصر، ألكسندريا اسكندرية، وبتخلي الطالب هو اللي يقرأ لوحده طبعا. ادي ألكسندريا، وعندي كايرو القاهرة، لوكسور الأقصر، أسوان، بورسعيد. جايب لي خمس أماكن في مصر عشان بيقول لي الجو فيهم بيبقى عامل ازاي، وكمان عامل لي رسومات. يعني هنا بنقول it's rainy الجو ممطر in ألكسندريا في اسكندرية تمام. it's cloudy في سحب in Cairo في القاهرة، الصور بتعبر عن نفسها. وهنا عندي it's windy in بورسعيد تمام. هنا عندنا it's hot in أسوان الجو مشمس أو في أسوان تمام. أو it's sunny ممكن نقول عليه مشمس طالما على شكل الشمس، it's sunny in أسوان، it's hot وحر جدا in لوكسور. كده بيتكلم عن حالات الطقس في كل محافظة عاملة ازاي. بقول ايه اتس والحاله، اتس وحاله الطقس على طول اهم. تعالوا نقراهم هنا، الكسندريا اسكندريه اتس ريني ممطره، بورسعيد اتس ويندي مليانه رياح، اتس كلاودي في كايرو القاهره مليانه سحب، اتس هوت لوكسور يعني لوكسور اتس هوت حاره جدا، اسوان اتس ساني الجو فيها مشمس. وبيحفظ فصول السنه معانا وبياخد تدريبات تمام. ودي هنخش على ليسون 5 اسمها ستوري تايم هانا سبيكيتشر. جايب لي صوره هناء، البنوته اللي اسمها هناء عاملاها، بتقول ايه اميره، محادثه ما بين اميره وهناء، بتقول لها هلو هانا وات از ذس، قالت لها اتس كلاود دي سحابه. بترسم صوره بتعبر عن زي اكتيفيتي كده نشاط عن حاله الطقس لكل حاله فيهم، وبتسالها وات از ذس، قالت لها اتس كلاود دي سحابه. اوكي قالت لها what is this is it a pain، قالت لها no it isn't لا ده مش ألم. is it a rainbow هو ده قوس قزح، هل هذا يكون قوس قزح، قالت لها yes it is look انظري it's a rainbow is now قوس قزح، قالت لها let's play outside
let's يعني هيا بنا، قلناها قبل كده في التأسيس أو في الكورس الإضافي بتاعنا، let's هيا هيا هيا، وبيجي وراها الفعل في المصدر. وبكده بالشكل ده نكون لخصنا يونت 2 بكلماته بأهم الأسئلة اللي فيه. وزي ما قلت لكم بندرب الأهو على هيئة rearrange، رتب it's a cloud هنا، it is windy، I like rainy days، وتمام. ودي بقى منها كتير، سؤال supply، سؤال complete، سؤال matching. وبكده نكون خلصنا الوحدة التانية اللي هي طبعا بالنسبة للترم التاني هتبقى يونت 11. ما ننساش سبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان هنزل بقية اليونتس. Thanks so much. Goodbye.